ومكملين معاكم مشاهدينا مع براند هيرا كاريزما وكورساته المتنوعه وفوائدها للشعر. والنهارده بقى حابين نغير شويه وندخل المعمل او المطبخ بتاع هيرا كاريزما ونشوف المواد الفعاله وتركيبه المنتجات اللي بتقدر ان هي تخلي الشعر حيوي، وكمان ايه الفايده اللي هتعود علينا انا وشعر اولادي من استخدام براند هيرا كاريزما. مع دكتور يارا زغلول اخصائيه الجلديه والليزر والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، برحب بيكي دكتور. ازيك يا مي، منورانا كالعاده يا دكتور. ميرسي يا مي. دكتور طبعا بيبقى في اجتهاد دايما شخصي من الامهات، دايما بيخشوا على النت ويشوفوا وصفات وخلطات للشعر وخلطات الزيوت ومش عارف ايه، ويحاولوا يجيبوا من عند العطار ويستخدموا المنتجات دي كلها، وللاسف بتبوء التجربه دي دايما بالفشل. خلينا نعرف يا دكتور الفرق بين الوصفات اللي انا بعملها في البيت وبراند هيرا كاريزما. طيب بصي يا مي، انت لو انت مثلا حد عندك نقص في الحديد، تمام؟ طيب ينفع اروح اقول لك نقص الحديد اللي عندك كلي شويه جرجير على شويه سبانخ؟ احنا عارفين الاكلات دي فيها نسب الحديد عاليه، مزبوط. اللحمه الحمراء، الكبده، الحاجات دي، بصي لو كلتي الاكل دوت هتلاقي نفسك الحديد بتاعك اتظبط. لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده. انا هديكي علاج حديد، وبعد كده لما العلاج بتاعك يظبط الدنيا تقدري حضرتك تاخدي الاكلات. هو ده القصه. انا ما ينفعش يبقى عندي مشكله في شعري واروح اجيب وصفات وخلطات وحاجات من عند العطار واقول المشاكل بتاعتي وبتاعت شعري هتتحل، مفيش الكلام ده. لا، انا باخد حاجات طبيه علاجيه، ولما المشاكل تتحل ابقى بعد كده استخدم زي ما انا استخدم. فالقصه ان الحاجات دي بتبقى محطوطه ليها نسب معينه وليها تركيزات معينه، المواد دي اساسا بتدخل كاليبريشن، بيحصل لها عمليات فصل، الكلام ده محتاج مصانع، يعني هو اصلا ما ينفعش العطار يقول لي اصلي حط لي 5% زيت جوز هند على 3% زيت سمسم، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها كده. دي ليها نسب مئويه معينه وليها طرق فصل، فبتحتاج مصانع. فعمري ابدا ما هتبقى الحاجه المنتجات الطبيه هتبقى زي ما تجيبي وصفات وتحطيها على شعرك. ماشي، بما ان احنا بنتكلم كلام طبي وعلمي، خلينا نتكلم يا دكتور عن المواد الفعاله اللي موجوده بالتحديد في الكورس الاصفر. تمام، الكورس الاصفر ده كورس البروتين. ده كورس احنا بنستخدمه للايه؟ للشعرايه المجعده الافريقيه العنيده اللي ملهاش اي وسائل ابدا وحل غير هو الكورس الاصفر، هو كورس البروتين. الكورس البروتين من هيرا كاريزما ده بروتين امن طبي علاجي زيرو فورمالين، ملوش اي مشاكل، مع تصريح من وزاره الصحه. وليه اصلا بروتين؟ احنا قبل ما نتكلم عن المكونات بتاعت الكورس الاصفر، ليه اصلا بروتين وليه احنا بنختار البروتين؟ لان ربنا خالق 95% من الشعرايه عباره عن بروتين. اذا انت ما بتحطيش حاجه غريبه على الشعر، انت بتحطي حاجه مكون من المكونات اللي ربنا خالقها في الشعرايه. طيب البروتين بتاع هيرا كاريزما عباره عن ايه؟ عباره عن مارين كولاجين اللي هو الكولاجين البحري، متضاف عليه كيراتين، متضاف عليه كافيين، ايوتين، مجموعه عاليه جدا جدا من الزيوت، في فيتامين اي، خلاص ختم الذهب، محطوط فيه زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، زيت عباد الشمس، ومحطوط فيه شمع العسل. وانا حابه اتكلم معاكي بالتفصيل احنا ليه حاطين المكونات دي في البروتين. يا ريت. بص يا ستي، بروتين هيرا كاريزما فيه المارين كولاجين او الكولاجين البحري اللي احنا اتفقنا عباره عن ايه؟ عباره عن البروتين اللي هو اصلا ربنا خلقه في الشعرايه بتاعتنا. احنا ده بناخده بروتين مصنع ونبدا نحطه على الشعرايه. ايه تاني يا ستي؟ كمان حاطين فيه مجموعه زيوت عاليه جدا، حاطين فيه زيت جوز الهند، وزيت جوز الهند ده من الزيوت اللي لقوا ان هي بتعمل على اعاده اصلاح الشعر التالف بسبب كم الدم اللي بيوصل للشعرايه وللبصيله بعد ما تحطي جوز الهند، بسبب ان هو بيوسع ايه الطريق بتاع الدم وتحسين الدوره الدمويه بتاعت فروه الراس. حلو قوي. ايه تاني؟ حاطين لك كمان فيتامين اي وحاطين لك كافيين. برضو الكافيين يمكن كلنا دلوقتي خلاص عارفين، الناس كلها بقت فاهمه وعارفه ايه دور الكافيين في الشعر، ان الكافيين ده من الحاجات المهمه جدا جدا لتحسين السيركيوليشن الدوره الدمويه بتاعت فروه الراس. بالتأكيد. فبالتالي الدم يوصل محمل بالغذاء، وبالتالي يوقف التساقط وينبت الشعرايه والشعرات اللي هتقلت وكترت معاكي. ايه كمان؟ حطيت لك كمان يا ستي شمع العسل، وشمع العسل ده من الحاجات اللي ترطيبها عالي جدا جدا وبتعمل على زياده كثافه الشعر، تلاقي شعرتك تقلت، يعني لما تحطي حاجه فيها شمع عسل، خلاصه شمع العسل، تلاقي شعرايك تقلت معاكي وتلاقي شعرايك طريت، فترطيبها عالي جدا جدا وبتعمل غزاره للشعر. حطيت لك كمان زيت عباد الشمس وزيت اللوز الحلو. زيت عباد الشمس وزيت اللوز الحلو دول فيري فيري ريتش بالاوميجا 9،
وايه تاني؟ بالاحماض الامينيه. الاحماض الامينيه دي مهمه جدا لتغذيه الشعرايه، وايه كمان؟ بتعالج الهرش والحكه والقشره وفترات فروه الراس. يعني الحاجات دي مهمه جدا، ليها انتي انفلاماتوري افكت، ليها دور بيشيل الالتهابات، غير دور التغذيه كمان بتاع الشعرايه. بالاضافه ان هو حاطط لك كمان جليسرين وحاطط لك زبده الشيا، واحنا عارفين طبعا الجليسرين وزبده الشيا ترطيبهم بيبقى عامل ازاي وقوي قد ايه. ده غير كمان ان زبده الشيا ليها انتي اوكسيدنت افكت من العوامل اللي هي مضاده للاكسده. فبالتالي اذا البروتين بتاع هيرا كاريزما حاطط لك مجموعه زيوت للترطيب وتحسين الدوره الدمويه بتاعه فروه الراس، يعني يعتبر بقى مش مجرد ان هو بروتين انا بحطه بس عشان شعره بتاعتي تطرى وتلمع وخلاص، لا ده كمان علاجي، علاجي لان حاطط فيه مواد فعاله تحسن الدوره الدمويه بتاعه فروه الراس وتخلي الدم يوصل كويس للشعره، فتلاقي الشعره التصلب بتاعها وقف. وحاطط لك مواد ترطيبها عالي جدا، وحاطط لك المارين الكولاجين او الكولاجين البحري اللي بيفرد التجعيد اصلا بتاعه الشعرايه. كل دي مكونات ومركبات موجوده في البروتين بتاعه هيرا كاريزما اللي خالي من الفورمالين، واللي معاه تصريح من وزاره الصحه عشان تبقي مطمنه على شعر طفلك وعلى شعرك ان الدنيا بتاعته هتتغير خالص. طيب طبعا يا دكتور زي ما انت عارفه وانا كمان عارفه يعني الموضوع ده، انه في امهات كتير قوي عندهم يعني تجربه سيئه مع البروتين، لانه طبعا الانواع كتير ومش لازم يعني يكون كله صحي وكله زي ما احنا بنتكلم كده. ازاي اقدر اخلي الام تاخد قرار استخدام الكورس الاصفر من غير ما تقلق خالص؟ طيب بصي بقى مي، قبل ما اتكلم معاكي على ان ايه هي الشروط بتاعه عمل البروتين بتاع الشعر، انا عايزه بس هقول لك حاجه بسيطه جدا. لو انت روحتي عملتي بروتين في كوافير او في بيتك وشعرك وقع، اعرفي تماما انت ما عملتيش اساسا بروتين. انت اتحط لك مواد فرد متضاف عليها نسب فورمالين عاليه جدا عشان تفرد الشعرايه والسلام، انت ما عملتيش بروتين. لا يمكن ابدا ان تكوني عملتي بروتين وشعرك اتعرض ان هو وقع او اتقطع او اتحرق او الكلام ده كله. ازاي تكون ماده ربنا خالقها في الشعرايه ومكون رئيسي اساسا للشعرايه وهتضر الشعر؟ لا طبعا. تاني حاجه، احنا عندنا شروط لعمل البروتين. شروط عمل البروتين ايه؟ ان يكون الطفل بتاعك عدى سن الست سنين. ان انت لو هتعملي البروتين انت يعني بنفسك او لشعرك يعني ما تبقيش بريجننت، ما تبقيش حامل، وفي نفس الوقت ما يبقاش في تساقط في الشعرايه، فروه الراس تبقى صحيه ما فيهاش فراغات ما فيهاش التهابات ما فيهاش مشاكل. اذا لو انا ما عنديش تساقط وفروه راسي كويسه جدا وشعرتي مجعده افريقي عنيده ملهاش اي حلول وانا معدي سن الست سنين، او انا امراه نون بريجننت مش حامل، اذا انا اقدر اعمل البروتين بامان من غير اي مشاكل. طيب اتكلمنا يا دكتور عن الكورس الاصفر وفوائد البروتين اصلا للشعر كماده بروتين. خلينا بقى نتكلم يا دكتور عن بقيه الكورسات. انا اعرف ان عندكم كورسات تانية الوان كتير زي الازرق مش كده والبني والاخضر، فكلمينا بقى عن كل كورس على حده. طيب هيرا كاريزما نازله بخمس كورسات ليها خمس الوان مختلفه علشان تكفر كل مشاكل الشعر. عندنا الكورس الاحمر ده لحشرات الشعر، وده عباره عن البخاخ العلاجي بتاع الحشره مع شامبو هيرا كاريزما الانتي لايز. ايه تاني عندك كمان؟ الكورس البني. كورس البني هيرا كاريزما ده كورس الحمايه، وكورس الحمايه عباره عن الشامبو بتاع هيرا كاريزما الخالي من السلفيت ومعاه الهير ماسك ومعاه كمان السيروم. عندنا كمان الكورس الازرق. الكورس الازرق ده انا بعتبره ان هو الكورس الجوكر، ده عباره عن الابولات المسؤوله عن التساقط، المسؤوله عن التطويل، على انبات الفراغات بتاعه الشعر، على علاج مشاكل الحكه والتهابات فروه الراس. الامبولات دي بتعالج لي كل المشاكل اللي ممكن انت تتوقعيها. طب ايه كمان؟ عندنا كمان الكورس الاصفر اللي لسه اتكلمنا عليه اللي هو عباره عن كورس البروتين، والكورس الاخضر وده للعنايه بالشعر الكيرلي والشعر الجاف الهايش اللي فيه تشابك اللي فيه صعوبه في التسريح، كل الكلام ده بيتناسب مع الكورس الاخضر بتاع العنايه بالشعر الكيرلي، وده لان ترطيبه بيبقى عالي جدا لانه بيحتوي على الهير ماسك مع الشامبو مع كمان كريم الليف ان. طبعا كده الام يا دكتور وهي بتستخدم بقى الكورس اللي بنتها او ابنها هتطمع بقى في الموضوع، هتبقى عايزه هي كمان تستخدم. هل ينفع ده فعلا؟ طبعا. هو هيرا كاريزما نازل للاطفال علشان يبقى رقيق جدا على فروه الطفل وما يبقاش فيه نوع من انواع الالتهابات او الحساسيه اللي ممكن تحصل لفروه الطفل لو استخدم اي منتجات من منتجات الناس الادلت او الناس الكبيره. فبالتالي اذا كان هو دليكت قوي كده ورقيق قوي كده فكمان يقدر يتناسب معاكي وانت كمان تقدري طبعا تستخدميه، وبيكون فعال
افكتيف جدا حتى للكبار. خلي بالك هقول لك حاجه، هو مش بيعتمد على ماده واحده من المواد الفعاله عشان يجيب لك النتيجه، بيحط مجموعه كبيره جدا من المواد الفعاله مع بعض. يعني انا مثلا علشان اوقف التصاقط فانا حاطه مثلا كذا ماده من المواد اللي بتحسن لي الدوره الدمويه، انا ما حطيتش كافيين وسكات، انا حطيت مثلا كافيين وارجينين وحطيت روزماري وحطيت جينسنج، انا اربع خمس ست سبع عوامل عشان بس توقف التصاقط. نفس القصه في التطريه، نفس القصه في التطويل، نفس القصه في الانبات، بتعتمد على ميكس من المواد الفعاله عشان توصل للريزلت، فبالتالي بيبقى فعال جدا. لا والشامبو جميل جدا بصراحه. طيب دكتور خلينا برضو نتكلم ازاي نقدر نوصل لكورسات هيرا كاريزما. احنا شركه طبيه مش شركه مستحضرات تجميل، المنتجات بتاعتنا موجوده في كل الصيدليات، هتلاقوا فيها هيرا كاريزما في كل انحاء الجمهوريه، ولكن احنا كصفحه لينا رقم بنساعدك علشان خاطر تبداي تختاري الكورس المتناسب معاكي، تعرفي كمان الصيدليه القريبه ليكي. فاحنا ما بنسيبش الامهات، وكمان حتى في المتابعه بتاعتها بنتابع مثلا النتائج بتاعتك والكلام ده كله. طيب يعني مثلا انا دلوقتي لو انا عايزه الكورس بتصل الاول او بخش اونلاين اكلم حد من الاخصائيين هيقول لي نوعيه شعري ونوعيه الكورس اللي انا ممكن استخدمه، وبعدين اتصل بالصيدليه اطلبه. بالظبط كده. صح كده؟ بالظبط كده. طبعا يا دكتور زي ما احنا متعودين معاكي في نهايه فقرتنا لازم نختمها بنصائح عامه للعنايه بالشعر بالذات للاطفال والامهات. طيب بصي يا مي، هو نصايح بسيطه جدا لكل ام عملتها هترتاح وهتريح طفلها. قبل حضرتك ما تفكري تشتري اي منتج من منتجات الشعر، لازم تبقي عارفه المنتج ده جاي من مصدر معلوم وموثوق فيه ولا لا، والمصدر ده لازم يكون مصدر طبي. يعني حضرتك احنا عندنا 25 خبيره شعر بتساعدك، تسالك على السن والحاله المرضيه وعن الفيتامينز اللي الطفل بياخدها ويوي، دي حاجات احنا بنقدر عن طريق الاسئله دي بنحدد لك الحاجات المتناسبه معاكي. ده انت مش هتعرفيه لو انت رحتي استخدمتي اي حاجه ماكله الهواء. تاني حاجه احنا بنقول دايما اعملي مساج لفروه الطفل علشان تحسني السيركيوليشن او الدوره الدمويه بتاعت فروه الراس. بلاش يا جماعه السشوار خالص، لان السشوار بيجفف فروه الراس وبيجفف الشعرايه، ولو اضطريتي قوي واتحطيتي في موقف صعب ومحتاجه قوي سشوار خلي الهواء يبقى بارد. ما تزبلاش عدد مرات غسيل الشعر زياده عن اللزوم، خلي الشعر دايما يحتفظ بالماده الزيتيه بتاعته، ولا تقللي قوي، يعني هو كل حاجه تبقى بالانسد، خليكي دايما متوازنه، مره في الاسبوع هيبقى كويس جدا. دايما حافظي ان انت تقصي اطراف الشعر من تحت، كملي كل 45 يوم علشان تحافظي ان شعرايا لو اتفرقت من تحت الفرق ده ما يبداش يعلى ويقطع الشعرايا معاكي. بلاش حلاقه فروه الراس يا جماعه بالموس، لان هتنشف فروه الراس وهتاثر على الماده الزيتيه هتقل، وبالتالي هتنشف الشعر جامد جدا. امشي على روتين معين للشعر هترتاحي طفلك هيرتاح وانت هترتاحي معاه. نصايح بسيطه جدا جدا. لما تيجي تغسلي شعر الطفل بلاش الميه السخنه جامده جدا، وبلاش الميه الساقعه، خليكي دايما في الميه البارده. كل حاجه في الدنيا خليها تبقي بالانس، خليكي متوازنه، لا الحاجه الزايده عن اللزوم ولا الحاجه القليله، هتلاقي الدنيا اتظبطت معاكي. نصايح بسيطه جدا ولكن مهمه جدا جدا للعنايه بشعرك وبشعر كمان طفلك. خلونا نشوف صفحه هيرا كاريزما للتواصل مع الخبراء، علشان زي ما دكتور يارا قالت نقدر نسالهم الاسئله اللي احنا عايزينها وهم يردوا علينا، وهم كمان يسالونا الاسئله المهمه علشان يقدروا يحددوا الكورس المناسب لنوع شعرك وشعر طفلك كمان. بشكرك دكتور يارا، نورتينا واسعدتينا بوجودك معانا، وان شاء الله فقرات اخرى نتكلم بقى باستفاضه اكتر عن كيفيه العنايه بشعر طفلك وكمان بشعرك. بشكرك. ميرسي يا مي. بشكركم مشاهدينا، وهنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل فقرات طبيب البلد. بشوفكم على خير، مي البحيري.